بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا باشمهندسين؟ النهارده أول حلقة هشرح فيها برنامج السيف إن شاء الله. الحلقات اللي فاتت احنا خلصنا برنامج الساب، وزي ما قلنا برنامج السيف ده برنامج متخصص في البلاطات والقواعد بالنتايج وأدق من الساب. نبدأ بقى. الأول نفتح البرنامج. النسخة اللي أنا شغال عليها دي فيرجن 12، ما تفرقش أي حاجة عن النسخ التانية، تبقى فروقات بسيطة جدا. شغل البرنامج بقى يعني هنلاقيه أسهل من الساب بكتير. يعني دي واجهة البرنامج، أول ما بتفتح اللون أبيض أو لون الأسود احنا براحتنا بنغيره من الأوبشن زي الساب كده. بيبقى فيه قايمة على جنب كده اسمها موديل اكسبلورر، يعني بتسهل أي حاجة ممكن نعملها من هنا، نحدد ماتيريال بروبرتي سلاب بيم اي حاجة. ديسبلاي برضو عشان نظهر اي حاجة، مثلا بعد ما عملنا ران عايزين نظهر الديفورمد شيب الانديفورمد شيب الرياكشن فورس اي حاجة، دي يعني بتسهل شوية، لكن ممكن برضو نظهرها من فوق عادي زي الساب. ديتيلينج دي لو هنعمل ديزاين للبرنامج، بس احنا طبعا ما بنعملش كده لان الكود المصري مش فيه. فبنبدأ برضو نفس خطوات برنامج الساب. أول خطوة الفايل نيو موديل، بيبقى عندنا دي اللي بتشغل اللي بتفتح، يعني شبه شوية الساب. ديزاين كود، نختار الكود اللي هنصمم بيه، في الكود الأمريكي هونج كونج اليورو كود الحاجات دي، بس احنا طبعا ما بنعملش ديزاين، ما بنختارش. ديزاين بريفرنس دي لو فيها كفر، لا بنختار شوية حاجات مينيموم كفر بي للسلاب والبيم، طبعا احنا ما بنغيرش يوم حاجة لان احنا ما بنعملش ديزاين. في بقى بيطلب منك البروجكت انفورميشن، يعني بيبقى اسم المشروع، اسم الكلاينت، شوية معلومات عن المشروع، اسم الشركة، موديل نيم، ديسكريبشن، الحاجات دي. لان في الاخر ممكن احنا لو عايزين بعد ما نعمل موديلنج نطلب من البرنامج يطلع لنا ريبورت باللي هو عمله، طبعا بيبقى فيه كل المعلومات دي بتبقى مطلوبة أحيانا. يعني ندوس اوكي. اليونتس هي زي ما عرفنا بأول خطوة بنحدد اليونتس، ندوس موديفاي. في هنا اليونتس دي في الوحدات الأمريكية اللي هي الباوند والام والفيت والانش والكلام ده، في المتريك ديفولت دي بتبقى بالكيلو نيوتن والمتر والسليزيوس، بس احنا شغلنا العادي بيبقى تن فورس والمتر والسليزيوس، فهندوس consistent units دي، ومن هنا نختار اللي احنا عايزينه tan force متر سليزيس، ندوس اوكي. اوكي زي برضو الساب في شوية حاجات هنا لو احنا عايزين نعملها نختار، بس مفيش طبعا البيم والترس لان قلنا البرنامج ده متخصص في البلاطات والقواعد، فهنلاقيها كلها حاجات خاصة بالبلاطات والقواعد. بلانك دي لو عايزين شاشة حرة نرسم فيها براحتنا، دي لو في اللات سلاب بس منتظمة زي اللي في الصورة كده من جوه. دي فلات سلاب بريمتر بيمز اللي هي المارجنال بيم لو فيه. دي تو واي سلاب. دي البيز مات دي لو هنعمل رافت. دي هنا جريد لو هنعمل سلاب في جريدز منتظمة، يعني السبيسنج منتظمة في اتجاه اكس واتجاه واي. دي الوافل سلاب وفي الريبت سلاب. الوافل سلاب والريبت سلاب دي الهول بلوك، بس بنختار زي ما باين في الصورة كده. الريب سلاب دي لو هنعمل وان واي هولو بلوك، الوافل سلاب لو تو واي هولو بلوك. سنجل فوتنج لو هنصمم قاعدة لوحدها. كومبايند فوتنج لو قاعدتين. سنجل فوتنج يعني قاعدة لوحدها، يعني وحدها مش ممزوج معاها قاعدة تانية. دي لو كومبايند، يعني لو حقيقة الاتنين بيقربوا من بعض فبنصممهم كومبايند فوتنج. هنا ده هنختار بلانك، وخلينا مثلا نختار أي رسمة نرسمها، ولو عايزين نغير أي حاجة يعني أي حاجة مختلفة عن الساب وسط الشرح هوضحها لكم. وهنا برضه علامات الرسم زي الساب درو سلاب اريا، في برضه الكويك درو، في الدرو بيم. هنا بقى بيقولك البيم اسمها بيم، مش الساب كان اسمها فريم element،
هنا درو كولوم ده اللي بيفرق بقى عن الساب. الساب كان بيشوف العمود نقطة، لكن هنا لا، هنا العمود بيشوفه قطاعه، تمام؟ ده اللي بيخلي نتايجه أدق. هنا دي الحاجات اللي هي سناب، تمام. نفتح بقى أي مثلا سوليد سلاب بسيطة زي دي، هنشوف هنرسمها ازاي. هو بيقول لك سوليد سلاب السبيسنج 3 في 6، يعني دي مثلا 3 متر ودي 6، الأول بيمز 25 في 60 والكولوم 25 في 60، اللايف لود 0.2 والفلور كفر 0.15. يبقى كده الجريدز عشان لما نظبطها في اتجاه اكس، قلنا البلاطات بتبقى في اتجاه اكس وواي، اتجاه اكس ده واتجاه واي، يبقى كده هيبقى فيه جريد 2 3 4 في اتجاه اكس واتنين في اتجاه واي. ندوس كليك يمين، موديفاي جريد، موديفاي شبه الساب بالظبط، بنختار من فوق سبيسنج، موديفاي، فباجي هنا ادخل قلنا الابعاد في اتجاه اكس واتجاه واي. طبعا مفيش هنا زد لان قلنا ده بيعمل بلاطات يعني في مستوى الاكس واي بس، فمش هنلاقي بقى الخانة زد زي برنامج الساب. نفتح نشوف الرسمة، هنقول دي 4 متر زي ما هي، ودي مثلا 3 في 6، يعني دي 6 6 6، تمام. يبقى كده في اتجاه اكس، فقلنا نخليها سبيسنج احسن 6. أول ما بنقف على واحدة وندوس انتر بتنزل، بيعمل لنا التانية اوريدي لوحدها، 6 0 آخر واحدة، تمام. وهنا السبيسنج 4 واللي بعدها 0. لازم نروح نقف بعد كده في أي مكان عشان نتأكد إنها اتسجلت، وبعد كده ندوس أوكي. طبعا نتحوله لأن هو حول الأوردينيت من نفسه عادي. أوكي، طبعا لو عايزين نغير السناب ممكن من هنا، وممكن كليك يمين فيه هنلاقي سناب اوبشنز، نشوف نشغل الحاجات اللي هي سناب زي بتاعت الكات كده، اللي احنا النقطة اللي نمسك منها بوينت لاين اندز اند ميد بوينت انترسكشن جريد انترسكشن، ندوس اوكي. طب لو عايزين نخفي الجريد اللي من بره ده من سيت ديسبلاي اوبشن اللي هي علامة الصح دي، نلاقي حاجة اسمها هوريزون، ندوس عليها نخفيها. اوكي كده الشاشة بقت فاضية عشان نعرف نرسم براحتنا، واللي هي اليونت والجريدز. نيجي على تاني خطوة بقى، نديفاين الماتيريال، ديفاين ماتيريال زي الساب بالظبط. هنا السي 30 دي هي الكونكريت، بس هنعدل عليها. طيب هنا بقى لما فتحنا لقينا اليونت متغيرة كيلو نيوتن، واحنا كنا عايزينها بالطن، فنرجع نعمل نعدلها تاني. من تحت كده هنلاقي كلمة يونت، consistent units، طن، متر، سليزيز. اوكي، وبعد كده نيجي نعمل ديفاين للماتيريال، موديفاي، اهي نلاقيها اتغيرت بقت زي ما احنا متعودين عليها. هنيجي نختار الويت بير يونت فوليوم 2.5، اسمها ممكن نسميها كونكريت 250 مثلا، الموديل اوف الاستيسيتي 140,000، في نفتح قوس 250، شيفت 6، طبعا طبعا عشان ما دخلناش قيمة النص دي ما كتبناهاش، نمسح تاني 140 في نفتح قوس 250 شيفت 6 نص، نروح نقف في أي مكان هو هيحسبه لوحده. طبعا ما بنغيرش في specified concrete compressive strength دي لأن احنا ما بنعملش design، ندوس اوكي. اوكي كده احنا عملنا define الماتيريال. نيجي لتالت خطوة ندفاين السكشنز بقى. السكشنز اللي عندي هنا هنديفاين السلاب، سكنس 15 سنتي،
والبيمز 25 في 60 والكولوم 25 في 60. ديفاين في سلاب روبرتس هاد نيو سوليد ده النيم سوليد سلاب 15 سنتي. الماتيريال كونكريت 250. التايب زي ما قلنا التايب هنا سلاب دي لو هعملها سوليد او فلات، دروب دي لو فلات سلاب ويز دروب بانل، وافل دي لو زي ما قلنا لو هولو بلوك تو واي، ريب دي لو هولو بلوك وان واي، مات دي للرافت لبشة، الفوتنج دي للقواعد. فاحنا هنختار سلاب لانها سوليد سلاب، والسكنس 15 سنتي يعني 15 مم متر. ندوس اوكي. اوكي نعمل ديفاين للبيمز بقى، بيمز كلها 25 في 60، بيم 25 في 60 كونكريت 250. ريبار ماتيريال، والريبار ماتيريال شير ان احنا بندخل مادة الحديد وحديد الكنات، التانية واحدة حديد الكنات ودي حديد التسليح الرئيسي. طبعا احنا ما بنعملش هنا ديزاين اصلا، فمش هن... مش لازم مش هنحتاج ندخله، نسيبهم زي ما هم. تمام. هنا بقى الـ Analysis Property Data دي طبعا Rectangular Beam Web Width at Top ربع Web Width at Bottom عشان أحيانا بيختلفوا، الـ Depth 6 من 10 متر. طيب هنا بقى دي بنختارها Flange Dimension Automatic from Slab Property عشان هو من نفسه يحدد إذا كانت تي Section ولا R Section وهو بيعمل Design، لو هنعمل Design، بس احنا ما بنعملش هنا Design فمش هتفرق، بس نختار عامة تاني واحدة. والكفر نختار الكفر برضو هيهمنا، لو هنعمل ديزاين مش هنعمل مش هيفرق. 50 سنتي، 5 سنتي سوري. اوكي اوكي نعمل اللي بعد ديفاين للكولوم، كولوم بروبرتي اد نيو ماتيريال كونكريت 250، كولوم شيب ريكتانجلر. هنا بقى بيقول لك ايه بارل تو تو اكسس، الاكسس رقم 2 ده العرض بقى اللي هو يعني البعد الموازي دي كان هيبقى هنا 25 وهنا 60. طب هنقول لي هنا في الرسمه كانت في حاجه مختلفه شويه، يعني في عمدان جايه كده وعمدان الضرب بتاعها في الاتجاه ده وعمدان الضرب بتاعها في الاتجاه ده، احنا بنعملهم كلهم بالسكشن هو مديها لي، ولما نيجي نرسم هنغير اتجاهاته هوريكوا ازاي. وهنا دي انكلود اوتوماتيك ريجيد زون اريا اوفر كولوم، ندوس اه يعني عشان يعمل ريجيد اريا حوالين الكولوم. تمام. هنا بقى لو هنحط دروب بانل بندخل هنا ابعاده، هنا الدروب كاب اللي بنعمل كاب للعمود دي لو كانت فلات سلاب، بس هنا طبعا مش هندخلهم لانها سوليد سلاب. ندوس اوكي. اوكي تمام كده احنا عرفنا الماتيريال وعرفنا السكشنز، نخش بقى على رابع خطوه اللي هي الرسم. تمام اسمه هنلاقي هنرسم بقى اول حاجه نرسم العمدان من درو كولوم، في برضو لو وول بنختار درو وولز، نختار بقى درو كولوم، نختار القطاع بتاعه من هنا اللي هو 25 في 60، الهايت بلو هايت اباف احنا نختاره 3 متر، هايت اباف مفيش. تمام. بلان اوفس دي لو انا دلوقتي عايز احرك العمود ارسم على بعد معين يعني من النقطة اللي هختارها. سوري نختار تاني درو كولوم اهو، وهنا كان في عمود بنقف على النقطة بس وندوس بيرسم هو لوحده، وهنا كان فيه 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 وهنا كان فيه. تمام كده أنا رسمت كل العمدان، بس ناقص أغير اتجاهاتهم، ناقص بس إن أنا أغير اتجاهات العمدان اللي محتاجة تتغير. هنشوف بقى العمدان اللي محتاجة تتغير كده، العمدان اللي في الركان دي الأربعة دول مرسومين صح، بس أنا عشان أغير الأربعة عندنا اللي في النص
مبدئيا كنا ممكن نعمل سيكشن تاني العمدان متغيرة فيها الاتجاه دي، يعني البعد اللي موازي للمحور اكس كان يبقى هو الستين سنتي والبعد التاني هو الـ25، وكنا نرسم بيهم دول وممكن نرسمهم كلهم مرة واحدة ونيجي بقى كده نغير فيهم زي ما نشوف دلوقتي. فبنحدد العمدان اللي عايزه تتغير، بعد كده assign كولو local axis، نختار الزاوية اللي هنقلبه بيهم يبقى 90 درجة، اوكي اللي هم اتغيروا في الاتجاه المظبوط. ناقص بقى نرسم الكاميرات، ممكن من هنا درو بيم، نختار القصة 25 في 60، بلان اوف سيت برضو لو هرسم على بعد معين من النقطة اللي هبدأ منها، هبدأ من هنا لحد هنا، من هنا لحد هنا، ومن 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 هنا لحد هنا. كده رسم لي كل العمدان لو شفتهم في الثري دي. نجيب الاكس واي تاني. طيب لو انا عايز اظهر قطاعات الكاميرات اكبر من كده، ممكن من سيت ديسبلاي اوبشن اللي هي الترود فيو، اكسس وود فيو، ندوس اوكي، ظهرت لي الابعاد بتاعه الكاميرات والعمدان واضحه، شوفها في الثري دي واضحه كده، والعمدان اهي زي ما في الساب كان العمود ده بيظهر على انه نقطه. كده ناقص بس نرسم السلاب، ممكن من هنا برضو درو بولي اريا، درو سلابز، بتختار السلاب السكشن بتاعها سوليد سلاب 15 سنتي. هنا كان في كاميرات متهيألي في النص، نسينا نرسم الكاميرات دي، فدرو بيمز، مش عارف ما رسموش ليه. طب نجرب تاني درو بيمز، تمام كده انا رسمت كل الكاميرات. ناقص ارسم بقى السلاب، درو ريكتانجل او درو سلاب دي اي حاجة، مثلا نختار دي ونختار سيكشن سلاب، دي بتفرق بقى لو كان في كذا سيكشن، تمام. كنا بنختار بقى السيكشن اللي هنرسم بيه، ونيجي عند آخر نقطة وندوس انتر، هنلاقيها اترسمت، ونيجي من هنا ونرجع لأول نقطة تاني وندوس انتر، ونيجي من هنا لهنا 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 وندوس انتر. كده هنلاقيها اترسمت السلاب. كده احنا خلصنا خطوة الرسم، نيجي بقى على خامس خطوة اللي هي define load pattern، ونحط اللود. هنا بقى متحددين الديد والسيلف ويت مالتبلاير 1 واللايف والسيلف ويت مالتبلاير بزيرو، ندوس اوكي، define load combination، add new combo reworking ديد بواحد، نبدأ نختار اللايف واحد. هنا في الوركينج بنختار دي ديزاين سيلكشن سيرفيس نورمال، اوكي، اد نيو كومبو التيميت، ديد 1 و4، لايف 1 و6. هنا في الالتيميت بنختار سترينث التيميت. طب في حاجة يعني ممكن نسأل نفسنا، لازمتها ايه كومباينيشن تايب لينير اد دي؟ عشان لما اجي اظهر النتائج اظهر كل واحدة لوحدها، فبختار لينير. طب لو انا عايز اظهر، فاكرين لما كنا في الكلية بنعمل بنرسم مثلا على كاميرا وسكانتليفر، كنا بنرسم في حالة اسمها الماكسيمم ماكسيمم مومنت، كنا بنختار كنا بنعمل اسمها دي اسمها انفلوب، ان انا اقول له يجيب لي الماكسيمم بوزيتيف والماكسيمم نيجاتيف في نفس الرسمة، لكن احنا هنا بنخلي لينير. اوكي،
كده بقى ناقص ان انا ادخل اللودز. طب ايه اللود اللي عندي هنا؟ هنا قلنا هو بيحسب البيت اللي على السلاب، هو بيحسب الاون ويت لوحده، ناقص بس ندخل الفلور كفر. ندخل الفلور كفر، نختار سوري نختار كله، بعد كده اساين لود داتا سيرفيس لود ديد اد تو اكسيستنج، برضه شبه شبه الساب يونيفورم فلور كفر، ندوس اوكي كده اهو حطه ورالي قيمة الفلور كفر. عايز احط بقى اللايف لود، اساين لود داتا سيرفيس لود لايف 0.2، ندوس اوكي كده حط لي قيمة اللايف لود. طيب ناقص بقى اللود اللي على البيم، اللود اللي على البيم هنعتبره اللي هو حمل الحوائط بس، تمام. بنختار كل البيم، كده اساين لود داتا ديستريبيوتد لود اون لاينز، يعني اليونيفورم لود على البيم. احنا هندخل ايه؟ ده حمل الحائط، يعني ديد لود فورس في اتجاه الجرافيتي. هنا بقى ده يونيفورم لود. طب قيمة اصلا حمل الوول كام؟ بيبقى ارتفاع الوول اللي هو 3 في الجهمة بتاعة الوول ب2 في سمك الحيطة مثلا 15، او سوري 12. نروح في اي حتة عشان يحسبه، طلعه بالقيمة دي، ندوس اوكي. نشوف ال 3D، كده انا دخلت كل اللود اللي عندي. في بس حاجة بسيطة في خطوة الدرو نسيت اقول عليها، اللي احنا ممكن دلوقتي نعوز نرسم مثلا بلاطة، كان يعني بلاطة على شكل قرش مثلا. طب بتترسم ازاي؟ بتيجي كأنك هترسم بلاطة عادية، وبتيجي هنا تختار الايدج دروينج تايب، انت هترسم بايه البلاطة؟ ستريت لاين احنا رسمنا بيها دي، ولا انا عايز ارسم قرش، هلاقي فيه قرش، تمام. في بقى ممكن ترسم القرش 3 بوينتس، ممكن ترسمه ب 2 بوينتس كده يعني، تمام. دي طبعا ميزة في الرسم عن الساب مش موجودة فيه. طب لو انا دلوقتي عايز ارسم فتحة، طيب هاجي برضو كده تايب اوف اوبجكت هلاقي سلاب واوبننج. سلاب دي لو هرسم البلاطه، اوبننج دي لو هرسم فتحه. فاحيانا بيبقى في فتحه للبلاطه في البلاطه اللي هي مثلا فتحه للاسانسير لاي حاجه، ندوس كلوز، تمام. طيب كده بقى ناقص ان احنا نحط اللود. اللود ناقص ان احنا بقى خطوه تانية بتهمنا احنا عشان الديزاين بتاعنا، يعني لما نيجي ممكن نرسم ديزاين ستريب في السوليد سلاب. احنا كنا بناخد ستريب 1 متر في الاتجاه ده، وستريب 1 متر في الاتجاه ده، تمام. فاحنا دي لو سوليد سلاب، لو فلات سلاب كنا هوريها لكم. درو ديزاين ستريب، هو بيقول لك تايب اوف اوبجكت ستريب، ستريب لاير، ده هترسم اللاير ايه. هنا مثلا سوليد سلاب مش هتفرق نوعها ايه، كولوم ستريب ولا ميدل ستريب، دي بتفرق لما تبقى فلات سلاب، بتقول بقى بتحدد كولوم وفيلد ستريب، تمام. هنا احنا هنرسم ستارت ويدث والاند ويدث، فاحنا بنقول نخليهم كلهم واحد. احنا بناخد الستريب في السوليد سلاب 1 متر، طبعا لو فلات سلاب بتفرق انها بتبقى من السنتر لاين للسنتر لاين. نبدأ نرسم بقى، هنلاقي طبعا الزاوية اللي احنا بنرسم عليها الخط تحت اهي واضحة 180 كده. انا رسمت في الاتجاه ده ستريب، طب عايز ارسم في الاتجاه التاني، فالستريب في الاتجاه التاني، درو ديزاين ستريب،
برضو 1 متر. نخليها بقى ستريب بي، الزاوية تحت 90 عشان نرسمه كده. تمام، اترسمه كده بقى، مش ناقص غير اخر خطوة، ودي اهم ميزة في الساب عن البرنامج الساب، في السيف سوري، عن برنامج الساب، ان بيعمل حاجة اسمها اوتو مش. المش الشلات اللي احنا كنا بنقسمها نص متر في نص متر دي، لا دي هنا انت بتقول له اوتو مش وبتدي له البعد وهو بيقسم لوحده ايا كان بقى الشكل، منتظم مش منتظم ما بتفرقش. متران هنا في اوتوماتيك سلاب مش اوبشن، بتدخل له بس البعد نص متر، تقول له اوكي كده، ران اناليسيس، او من هنا على ما اللي احنا متعودين عليها. طبعا بنسيف الفايل اي حاجة سوليد برضو بكلمة انجليش، ندوس سيف، او كاتب لي تحت سيفنج موديل بيعمل له سيف، ده هو بدأ يعمل رام. برضو لما تظهر تحت كلمة ستارت انيميشن هيبقى خلص. كده هو خلص، هنشوف نتائج ايه اللي هو ظهرها دي. اول ما تظهر كلمة ستارت انيميشن يبقى خلص. كده خلص، عايزين نشوف نعمل ستارت انيميشن ونشوف البلاطة هتتحرك عن الكاميرا، هيفصلوا عن العمود ولا لا، عشان لو عاملين حاجة غلط. نجيب ال 3D شكل deformed shape، لو احنا عايزين نشيل الألوان دي نشيل extrude view دي. اوكي، بصوا بقى الفرق هنا بقى، احنا لما كنا بنعوز نظهر رياكشن او اي حاجه كنا كانت بنظهر بس كده، يعني كلمه في ان ديفورمد شيب كانت متحدده في الساب، وجنبيها ديفورمد شيب وجنبيها الاستريسز، وبتختار استريسز البيم ولا الاريا. هنا بقى يعني موضحه لك اكتر بايقونات. تمام، نمشي معاهم واحده واحده. دي شو الان ديفورمد شيب اهو، تمام، دي شو لود، دي شو ديفورمد شيب، ندوس عليها، بقول لك اختار الحالة، طب لود كيس ادد ولا لايف ولا لود كومباينيشن، كنا بنختارها اللود كومباينيشن وركينج. السكيلينج لو انت عايز تكبره او تصغره، المينيمم كونتور رينج لو انت عايزه يرسم كونتور اصلا احنا مش عايزينه، فنعملها ندوس ابلاي. هنا هيجي لنا شكل الديفورمد شيب، ونقف عند اي نقطة نشوف قيمة الديفليكشن اهي، نجيبه في اكس واي عشان يبقى واضح اكتر، نوقف عند اي نقطة بيجيب لنا قيمة الديفليكشن اللي حاصلة. طبعا قيم قليلة جدا، 3 مللي و2 مللي و1 مللي، ارقام صغيرة جدا يبقى مقبولة. كده احنا وصلنا للديفورم شيب. شو رياكشن فورسز، عشان تشوف الرياكشن لازم تظهر 3D، دوس كلمة رياكشن، عايز يظهر لك عايز تظهره فين في الحالة الالتر تايب اوف رياكشن بوينت رياكشن، على شكل ارز. ايه الرياكشن انت عايز تظهره هنا؟ ده الرياكشن اللي بيبقى بتاع العمود، يبقى اف زد، هندوس ابلاي، اهو كاتب لك قيمة الرياكشنات، كلوز. طبعا عايزين نكبر ال يعني عشان نشوف كويس، يعني برضو من ديسبلاي دايمنشن اند توليرانس،
هنا بس متغيرة اسمها الجرافيك بريفرنس، هي برضو كانت 8.3 الديفولت بتاع السحاب، احنا هنغيره من جراندوس. اوكي طبعا الارقام هتكبر جدا، اهي واضحة، بقت واضحة، 13 13 28 28 13، طبعا ارقام منطقية، واضح من السيمتري بتاع الشكل. تمام كده. لو عايزين نكمل بقى في القوائم اللي فوق، شو رياكشن، شو بيم فورسز، لو عايزين نظهر المومنت بتاع البيم في الحالة الالتيميت. هنا الاكسيال فورس لو عايز تظهر النورمال، ميجور شير، ميجور مومنت، احنا بنختار ميجور مومنت في الدياجرام. لا شوف، شو فاليوز اون دياجرام، ما تحددش دي عشان تبقى واضحة، ندوس ابلاي. طب لو في الدياجرام هتشوف هتفرق في ايه. اه كده يعني تمام. طب نظهرها بقى في الاكس واي، مش هتظهر اصلا يعني. لا ظهرت اهي، اهي قيمة المومنت عند كل كاميرا. وبناخد بقى قيمة الرياكشن اللي طلعت دي، بناخدها في شيت اكسل اللي نصمم بيها العمدان، وزي ما قلنا العمدان بس تصمم بتضرب في الرياكشن في ان عدد الادوار اللي شايلها العمود، اللي كل عمود في 1/10 عشان الوزن بتاع العمود بنعتبره 10% من الحمل اللي شايله. وتصميم الكاميرات على البيم ده، بناخد قيم المومنت دي ونخش برضه في شيت اكسل اللي نصمم بيه. يبقى كده ناقص لنا بس نتائج السلاب، ندوس شو سلاب ستريسز في الحالة الالتيميت، درو كونتورز ون اون دي فورمات شيب افضل. هنا المومنت برضو اتجاه 1/1 واتجاه ام 2/2، ام 1/1 ده المومنت في اتجاه اكس، والام 2/2 ده المومنت في اتجاه واي. ندوس كلوز. هنا بقى نشوف قيم المومنت، هنا 9/10، هنا ناقص 1/3 عشان هنا في بيم، هي أرقام منطقية جدا. تمام دي كده. وبناخد بقى القيم دي بقى. طيب آه في حاجة بقى، احنا كنا عايزين نشوف قيم الستريب اللي احنا خدناه، احنا هنا وصلنا لشو بيم وشو سلاب أو شو ستريب فورس. كنت الالتيميت في الحاله الالتيميت، المومنت لاير ايه ولا لاير بي، ولا لاير ايه اللي في الاتجاه ده ولاير بي في العمودي عليها في الدياجرام. لا شوف فاليوز اون الدياجرام، ابلاي كده. دي بقى اللي كنا بنعملها في الكليه، كنا بناخد ستريب 1 متر ونرسم المومنت اهو، بس ما يفرقش معاك اتجاه يعني بصوا كده كده احنا عارفين ان ده مومنت بوزيتيف، هو رسمه فوق لان انا ابتديت رسم الخط الستريب من هنا، لو كنت ابتديت رسمتها من هنا كان هيعملها مظبوط لتحت. تمام كده انا ظهرت واقدر اصمم الستريب دي، اظهر الستريب في الاتجاه التاني، شو ستريب اللي هي لاير بي، نكفي دي طبعا عشان ما نلخبطوش بعض، ندوس ابلاي كلوز اهي، وده مومنت قيمته بوزيتيف. تمام بوستيف يعني تحت هنا. آه بس كده النتائج دي بقى، وبدخل في شيت اكسل اصمم بيها الاستريب في الاتجاه ده والاستريب في الاتجاه ده. كده احنا عرفنا ازاي بنصمم العمدان والبيمز والسلاب. آه نكمل فوق بس، شو وصلنا للشو ستريب. طيب الشو سلاب ديزاين احنا بنعملش ديزاين، شو بيم ديزاين برضه ما بنعملش ديزاين للبيم. شو بانشنج شير دي مهمة، لا ما ندوس عليها. طيب شو بانشنج شير دي مهمة، ان هو بيقول لي ايه العمود ده بيعمل تشيك بانشنج لوحده لو كانت فلات سلاب، وبيقول لي العمود ده سيف بانشنج ولا ان سيف. هنا طبعا مفيش اصلا، ما عملش يعني التشيك، مفيش اصلا ان يعني مفيش بانشنج هيحصل، فبيقول لي نو تشيك بانشنج. شو ديتيلنج احنا ما بنعملش برنا ديزاين. شو تيبلز دي لو انا عايز اظهر النتائج على شكل تيبل، نسيت اقول عليها، لو دي فلات سلاب وعمل بانشنج هيقول لي بيطلع، يعني لو كانت فلات سلاب كان هيطلع لي قيمة 1، يقول لي يعني هي سيف ولا انسيف، كان يبقى سيف. لو كانت اصغر من 1 يبقى العمود ده انسيف، وابدا بقى اشوف احط دروب بانل، احط كابل العمود، اكبر الدبس بتاع الكاميرا، سوري السلاب، اشوف اي حل. تمام فلو جينا بقى عايزين نظهر نتائج في جدول عشان نروح بيه للاكسل شيت، بدوس شو تيبل دي. طيب لو انا مثلا عايز اظهر العمدان، عشان العمدان بروح لحاجة هنا analysis results دي اللي انا هظهر منها، بدوس مثلا قلنا reaction العمدان، نوت الريزلتس
لازم احددها، وبعد كده افتح من هنا فيظهر لي النودل رياكشن او نودل ماس او نودل ديسبليسمنت، فانا اختار نودل رياكشن. اهي نودل رياكشن تاني، ادوس عليها، محددش دول عشان ما يظهروش الحالة اللي انا هعرض فيها. مثلا عايز اظهر الرياكشنات طبعا في الالتيميت، بس ادوس اوكي. كده انا ظبطت الدنيا. اوكي يظهر لي بقى التيبل. اهو التيبل مطلع لي الرياكشن العمدان كلها، الاف اكس والاف واي والاف زد ازاي، وقيمة بالبوينت يعني العمود ده فين، رقم كام. طب انا عايز اظهر اف زد بس، طب اعملها، عايز اخفي كل دول، طب هنظبطها ازاي؟ من فورمات فلتر، فلتر تيبل، فورمات، طبعا نظهر النود ونظهر البوينت والاوتبوت كيس والكيس تايب. ماشي بس نخفي دول الاف اكس نون برنت نون برنتد والاف واي والام اكس والام واي والام زد، ندوس اوكي الاقيهم كلهم اختفوا، مفيش غير اف زد. طب انا عايز اخد الكلام ده شيت اكسل عشان اصمم، اروح من فايل اكسبورت كارنت تيبل تو اكسل، اروح دايس عليها، اروح نازل لي في شيت اكسل واخدهم من الشيت اكسل اللي هيودهم لي فيه بقى كوبي الشيت الاكسل اللي هصمم منه، ادخل رياكشن يطلع لي تسليح العمود وابعده. تمام نفس الكلام مع البيم ونفس الكلام مع السلاب. كده في حاجة بس بسيطة عايز اقول عليها، التسليح السلاب يعني الديزاين بتاع السلاب ممكن بيبقى بطريقة الستريب دي زي ما خدناها في الكلية، انت بتظهر الستريب وتخش بكامل مومنت تطلع منه التسليح، وممكن برضو زي ما قلنا في السلاب تفرد شبكة تسليح، ودي اللي معظم الناس شغالة بيها، بتفرد شبكة تسليح وتشوف فين هتحط مثلا شبكة شبكة ونص، يعني هتحط هنا شبكة ومثلا يعني الرينج ما بين شبكة وشبكة ونص، طب هتشوف بقى الأماكن بقى اللي هتحط فيها إضافي كده. يعني كده احنا قلنا كل حاجة في تقريبا في السيف، وشوفنا هو يعني شبه طبعا برنامج السلاب جدا. الحلقة الجاية بقى هنشتغل على الهولو بلوك. الهولو بلوك بيتعمل على السيف، صعب جدا يتعمل على السيف، بياخد وقت طويل جدا، فاحنا هنعمله على السيف وبتعمل سهل جدا. يا رب. وانا كده خلصت النهاردة، مش هطول على الناس، يا رب تكونوا استفدتوا، وزي ما اتفقنا الحلقة الجاية ان شاء الله هعمل الهولو بلوك على السيف. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.